اختتمت على مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي منافسات الجولة العاشرة لدور كرة اليد، حيث شهدت تحقيق القادسية الانتصار على حساب خطان والاقتراب نحو فرق الصدارة. أما في آخر المواجهات تجاوز برقان فريق اليرموك بسهولة، محققا فوزا مهما مع ختام الجولة العاشرة. نتابع ختام الجولة العاشرة لدوري كرة اليد، شهدت حضورا قدساويا جيدا بمواصلة تحقيق الانتصارات. القادسية تمكن من فرض أسلوبه وأدائه وخبرة لاعبي وتميز محترفيه على حساب فريق حيطان، فالأصفر عرف كيف يقتنص النقاط مقتربا نحو الفرق المتنافسة على لقب الدوري، لا سيما وأن القادسية لديه مباراتين مؤجلتين. الكتيبة القدساوية وبفارق 5 أهداف تجاوزت فريق حيطان وبنتيجة 32 مقابل 27. فريق يعني أداء مرضي جدا للجهاز الإداري والفني، وإن شاء الله احنا طموحنا طبعا دائما ناخذ المركز الأول، وإن شاء الله بإذن الله عندنا احنا حاليا 5 مباريات باجي، عندنا 2 مؤجلة وباجي 3، إن شاء الله الشباب قدها وبإذن الله نحقق الدوري هذه السنة، وإن شاء الله تشوفون أداء مرضي بالجولات القادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، قدمنا مباراة يعني زينة ترضي خاطرنا يعني الأمانة. قادسية نادي كبير مرشح إنه ياخذ الدوري، عنده محترفين عالميين زينين، الحمد لله رب العالمين. يعني نحاول احنا كثر ما نقدر، على قولتك إن مستوى الدوري وايد قوي، تنقصنا الخبرة الأمانة، يعني احنا قاعد نحاول كثر ما نقدر نعطي الأداء اللي رضينا قدام الفرق الكبيره، وبالنهايه احنا نشوف اللي يصير معنا على راضين فيه احنا باذن الله. اما اخر مواجهات الجوله العاشره فكانت ما بين فريقا برقان واليرموك. برقان وباداء متزن واسلوب واضح فرض ايقاعه على مجريات المباراه وسط رؤيه تدريبيه عاليه المستوى من المدرب المخضرم الجزائري سعيد حجازي، منهيا برقان مباراته بفوز مستحق وبنتيجه 26 برقان مقابل 21 اليرموك. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.